السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله، دائما تامنين وملمومين مبسوطين، افراحكم دائما دائمه وصحه وعافيه لكل الناس اللي يمكن تكون حاليا مترقبه وبتشكي تماما من انه هل حيمددوا الحظر ولا هل حيكون الحظر انتهى لحد يوم بكره ونكون بعد ذاك نرجع لحياتنا الطبيعيه. الكلام ده كله في انتظار انه يدونا المعلومات المهمه عن الموضوع، ان شاء الله الناس يعني تجيها صحه وعافيه بعيدا عن انه في حظر وما في، نرجع لحياتنا الطبيعيه. قبل ما نبدا، قبل ما نتواصل، قبل ما نشرح العابنا وقبل ما نشرح برنامج صفرجه كالعاده، دارين نقول حاجه، يمكن حدثت حاجه سخيفه جدا وانا بقول للاسف لكل الناس تسمعها، ودي رساله لاي زول فات حتى التلفزيون السي وبيتابعنا. قبيل بالنهار جو ناس او اسره، جاء اب ومعاه بنتين او ثلاثه بنات من ام درمان، ضربوا لهم تلفون زول مجهول، رغم مجهول قال اسمه اي ثينك انه مجاهد، فقال لهم انا من اداره السودانيه 24 الاداره الماليه، انتم كسبتوا معانا 57000 جنيه تجوا تستلموها. فهم قاموا ضربوا تلفون، ها منو؟ فيصل، اسمه فيصل، مش نايز ذكروني، انا ما حضرته ان شاء الله ما كنت حضرته زاد. طيب فيصل قال له 57، والجماعه يا مؤمن يا مصدق، والناس ظروفها صعبه، ركبوا منهم درمان وجاوزوا كل الخطوط وجوا ويصلون لحد الغنا. طيب بنقول لفيصل ولأمثال وللأسرة دي، أولا الأسرة هي ما اشتركت في البرنامج على الإطلاق، ولا عندها غنا سوداني 24 في الطبق بتاعها لأنها شغالة بنائل سات، إضافة لأنهم ما اشتركوا في البرنامج. مجاهد أو فيصل ما استفاد أي حاجة، فيصل بس في العشر المباركة دي، العشر الأواخر بتاعت رمضان، داري يقوم يلعب بالناس، يعني ما احتال عليهم ولون جيبوا قروش، لا بس داري يغشوا ويمشي يكلم أصحابه، نظامنا ركبت لك يا جماعة كده، ويمكن يكون شايف ناسي، والحاجة دي لا بتشبهنا ولا بتشبه السودانيين. رجاء كل الناس اللي يمكن يكون فازوا مسجلين، أرغام مسجل عندنا، إدارة الغناء عندها رقم محدد بتضرب لك بيو، الرقم مسيف عندك وعارفين تماما، بنتواصل معاك والرقم موجود، والرقم ده بيزول بيقدر يصلي، وخالص لا فيصل ولا غيره من الناس الكذابين بنعتذر اعتذار حد الانحناء للأسرة، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يديكم الصحة والعافية. الناس كلها تسجل الرقم ده الموجود على الشاشة وتخليه موجود عندها، الرقم ده ما ضرب ليك دي ما سوداني 24، دي أي جهة تانية، والزول حاولنا نتواصل معاه ونتخذ الإجراءات القانونية كالعادة قفل تلفونه. طيب إن شاء الله كل أبواب السعادة تكون فاتحة وما نقفل أي باب، زي ما فيصل الحرامي قفل الباب، نحن نتواصل ونفتح باب الفرح والابتسامة، ونذكر دائما يا اخوانا انه الناس تكون موجوده في تفاصيل. خلونا نذكر بالمسابقه وبتفاصيلها، بنبدا مباشره على الشاشه بنلعب صفرجه مع الكمبيوتر، عندك فرصتين، فرصه تفوز فيها من جول التيت، لو خسرت عندك فرصه ثانيه نقول فزت في الفرصه الثانيه، تدخل مباشره لشختك بختك، للاسف فيها فخ، فيها سؤال منوع من اي اتجاه، عندنا صوت وعندنا صوره وعندنا بالتاكيد جائزه للمحظوظين بدون سؤال. الفقرة دي مهمة جدا، الفقرة التي تكتم الأنفاس، 10 في 10 بيلعبوا نفرين حسب اختيار الكمبيوتر، ولد ولد أو ولد وبيت أو بيت وبيت، بالفقرة تحديدا برعاية كوفتي صاحب الأجوبة العشرة أو الأكثر أجوبة صحيحة هو اللي حيفوز ب 10000 جنيه مقدمة من كوفتي. إذا متواصلين معاكم السادة المستمعين المتابعين المشاهدين المراقبين من السودان داخلا وخارجا، حتى حلايب ولا شالاتين، الان نمشي بدرمان العاصمه لون سلمنو. عثمان عبد الله، عثمان مستعجل قبل ما يقولها لي في الكنترول. عثمان عثمان ان شاء الله انت كويس. عثمان فاتح التلفزيون يا عثمان، عيب الكلام ده. الو الو انت ده يا عثمان؟ سامعك انا. احنا انت فاتح التلفزيون يا عثمان؟ لا لا، بعيد منه، ابعد منه زياده، ابعد منه زياده، لانه احنا سامعين صوتنا ذاتنا سامعينه. بعيد منه كده. تمام تمام عثمان، ازيك يا اخي؟ والله تمام الحمد لله. من وين في درمان يا عثمان؟ من ثور الحار 55 صابرين. 55 صابرين، عندكم مواصلات ولا ما عندكم؟ والله ما عندنا. وقفت المواصلات هسه، ما في اي حركه بتاعت مواصلات. ان شاء الله يا عثمان ربنا يديك الصحه والعافيه، وتكونوا مبسوطين وفرحانين وتامين وملمومين، والليله تلعب معنا صفرق وتفوز في شختك بختك، قول يا رب يا رب. يلا بسم الله على الشاشه، عثمان من ام درمان صابرين حيلعب معنا صفرق. ابدا يا عثمان. ثمانية بدايه مختلفه، عثمان بادي بدايه مختلفه جاي من تحت، يلا
نشوف الكمبيوتر حيعمل شنو مع عثمان. كمبيوتر اختار 5. يلا يا عثمان قفلك، افتح سكة جديدة، افتح سكة 9. 9 يا سلام يا عثمان، دول لعاب. كمبيوتر يا عدانا فرصة يا قفلنا تاني. يلا كمبيوتر حيعمل شنو حنشوف. الكمبيوتر ادانا فرصة يا عثمان واختار 3. 7. الله عليك يا حبيب والديك، يا سلام. عثمان مباشرة من الحارة 55، صابرين من ام درمان على طول دخل معانا. شختك بختك. على الشاشة يا عثمان اختار من 1 لحد 20. 3. عادي يلا ما يجيبك. سؤال يا عثمان. بقى ده سؤال يا عثمان. المعلومات كيف يا عثمان؟ الله مظبوط. تمام. قائد قافلة قريش التي كانت سببا في غزوة بدر هو منو؟ سؤال هدية. سؤال هدية. كان سايق القافلة بتاعت قريش وماشي الشام، لما سمع بالمسلمين طلعوا وجاي يقوموا ياخذوا منهن الحاجات القديمة اللي كانت موجودة في مكة، قام ينحرف بالغافلة وتباعد منه. طيب ها، أبو سفيان. أبو سفيان في المرمى، يا سلام يا عثمان. أبو سفيان ابن حرب، يا سلام. زوج هندي بنت عتبة، وأبو سفيان كان كافر ولكن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ومن ثم أصبح ما من الجنود الذين حاربوا مع أبو بكر الصديق في حروب الردة. نعود يا عثمان إلى شختك بختك تاني. اختار. يلا يا عثمان. 7. كريستيانو رونالدو. كريستيانو. سؤال تاني يا عثمان، ماشي مع الأسئلة تمام. ابقى عندك 1000 جنيه يا عثمان من أم درمان، متواصلين معاك أنت ونيتك. عندما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفة مباشرة داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريقه، يقوم الحكم باحتساب شنو؟ سهلة سهلة. ركلة جزاء. ركلة جزاء، يا سلام. الله عليك يا عثمان. 2000 ضربة جزاء. ضربة جزاء يا عثمان اختار. انت عندك 2000 وماشي كويس. عثمان سريع. كم؟ 16 يا عثمان. 16 عثمان. 16. صورة. صورة. يلا يا عثمان الصورة بنديك ليها على الشاشة. تعال للصورة، إما عرفتها من قول التيت أو أديناك حولها معلومات وتعرفها. إذا الصورة جاتنا، هو شاعر ودبلوماسي يا صاحب هذه الصورة، و وعنده ديوان معروف اسمه جواب مسجل للبلد، وديوان مسجل حقيقة، ومن الشعراء الأفزاز اللي قدموا كثير. انتهينا يا عثمان من الصورة. الصورة لمنو الشاعر ده؟ اديني معلومات عن نفسه تاني بعد ده يا عثمان. كثير المعلومات قلناها. شاعر ودبلوماسي وعنده ديوان مسجل اسمه جواب للبلد. 1 2 3 4 5 6 يا عثمان. 7 8 9 10. برا يا عثمان معليش، هو الأستاذ سيد أحمد الحردلو يا عثمان. شكرا عثمان من أم درمان، ونحن متواصلين ماشيين. سنار غادة من سنار. غادة مرحبا. ازيك يا غادة؟ عليكم السلام. تسلم. تمام التمام. ناس سنار كيف؟ والله تمام بخير وعافية. سنار اليومين دي مشهورة شوية كده. والله الحمد لله. تمام. ان شاء الله ربنا يبعدنا من المشاكل واخذ الحق باليد. طيب ان شاء الله. يا غادة كنت أيوة. شغالة ولا بتجري في سنار؟ والله انا ربت منزل. ربت منزل، ان شاء الله ربنا يخلي كل ربات المنازل ويحفظنا يا رب العباد، لانه متحملين حاجات كثيره اليومين دي مع الحظر ده. ان شاء الله ان شاء الله. يا تمام. يا غاده لعبتي سفره قد قبل أيوة. كده لعبتها اي لعبتها في التراب صح؟ ايوه. تعال نلعبها على الشاشه يا غاده، رايك شنو؟ جدا. اذا غاده من سنار تستعد انها تلعب معنا على الشاشه سفره قد. يلا يا غاده. طيب بسم الله نبدا. نبدأ أيوة. أبديتي اختاري رقمي. 5. 5. بداية موفقة يا غادة.
بداية موفقة. الكمبيوتر اختار ثلاثة يا غادة. افتحي سكة كويسة. يلا يا غادة. كم؟ واحد. الله واحد. عليك يا غادة واحد. غادة لعابة ما في كلام، ظاهر عليك لعبتها كثير. طيب. ايوه كثير. الكمبيوتر كم؟ الكمبيوتر اختار ستة ودي غادة فرصة. يلا يا غادة. يلا يا غادة. تسعة. يا سلام عليك يا غادة. الله عليك. غادة احسنتي وابدعتي يا غادة. طيب. غادة مباشرة إلى شختك بختك، لا زال عندنا هدية وعندنا فخ. أعمل حسابي، الأرقام كلها موجودة عدا الرقم 3 و7 و16. اختار يا غادة. واحد الله. سؤال يا غادة. يبقى عندنا سؤال. السؤال جاي لي غادة. طيب غادة، ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ 4 شهور. أيوة. 10 يوم. يا سلام عليك يا غادة. إجابة صحيحة وألف جنيه من جول التيت. الله يا غادة ممتازة. إجابة واثقة من نفسها. تمام. قال ربنا يخلي الأزواج والزوجات لبعض وما ننفجح في زول قريب ولا بعيد. يلا يا غادة. اختاري رقم ثاني. غادة. اختار. ايوه معاك. 5. 5. غادة 5. غادة 5 يا ستار. الله عليك. هدية. هدية يا غادة. هدية بدون سؤال. 2000. الله عليك يا غادة. يا سلام. ماشي معاك تمام. يلا يا غادة ربنا يبعدك من الفخ وشره. يلا. اختاري رقم ثاني. 9. 9. 9. 9 سؤال. تمام. سؤال غادة عندها 2000، عندها سؤال صحيح وهدية. فنان شعبي من أشهر أغانيه أمي الله يسلمك. سؤال هدية. سؤال هدية. أمي الله يسلمك ويديك لي طول العمر في الدنيا يوم ما يألمك، وكتبها له الشاعر التجاني حاج موسى. وفي هذه اللحظات نترحم على الوالدة دار السلام التي رحلت عنا قبل 4 أو 5 سنوات. منو؟ ايوه كمان الفنان. منو؟ والتر باس. جول يا غادة. 3-0. الفنان الأستاذ الجميل كمال ترباز. بنقول له كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. طيب يا غادة عندك 3000 جنيه وعندك شختك بختك على الشاشة وعندك هدية. واصلي في العد. يلا يلا شوف لنا عدد. طيب 14. بلا جابر بلا دق الرقم جلة بلا. سؤال. سؤال يا غادة. إن شاء الله يكون سؤال سهل يا رب. إن شاء الله يا رب. تمام. غادة عندها 3000 وسؤال. صحفي ترأس تحرير صحف صوت السودان والاستغلال ورجل أعمال وإحسان، أنشأ العديد من المؤسسات الخيرية، فمن هو؟ معلومات واضحة. أيوة. 1 2. وعنده مدرسة مسمينها باسمه. عنده مدرسة مسمينها باسمه في مدني تحديدا. وعنده مركز صحي في الخرطوم كمان. ذكرت اقول لك الاثنين دي. ها. 1 2. عبد الستار. 3. عبد الستار. ايوه عبد الستار. عبد الستار. غلط. هو الاستاذ الصحفي محمد احمد السلامات. إذا نعود من سنار إلى القضارف. جابر. حباب دلوقتي. حبابك يا جابر. إزيك يا أخي؟ وين أنت يا أخي؟ مشتاقين والله. مشتاقين حتى إشعار آخر. الله يديك العافية ويعافيك معنا كمان يا راجل. راجل جميل يا أخي. كل سنة وأنت طيب يا أخي يا جابر. الله يبارك فيك. القضارف كيف؟ قضارف الخير والحاجات السمحة. والله بسيط جديد. أبشرك الجو 100% والوضع كله تمام. إن شاء الله ربنا يبشرك بالخير والجنة يا رب. اللهم إنا جل. المطر جات يا جابر ولا لسه؟ المطر جات والجو سنح والصيام 100% والله. يا زول والله ما شاء الله. الله يأموركم باسطة. إن شاء الله ربنا يهنيكم بأجواءكم السامحة دي. اللهم آمين. اللهم آمين. يهنيك معانا كمان. الله يكرمك. يا جابر لعبت صفرة جتكيت قبل كده؟ لعبت على البعر بالمصاص. لعبت على فين؟ بالبعر بالمصاص كله. والله ما شاء الله. والله ما شاء الله. الله عليك يا جابر. والله ما خليت لنا حتى نقولها. خلاص ابقى مارق على الشاشه.
ابقى مارق من المصاص والبحر. تعال علينا جاي. خمسة. خمسة. جابر خمسة من القضارف. يلا. الكمبيوتر تسعة. يلا يا جابر. سبعة. سبعة يا سلام يا جابر. يا سلام. تلعب المصاص الحقيقي. اها. الكمبيوتر كم؟ الكمبيوتر اداك فرصة واختار ستة. يلا يا جابر. ثلاثة. الله عليك يا حبيب والديك. جبرة جبرة وجبرة وجبرة. عامل شغل ثقيل يا جبرة. ما في كلام نجمي حقيقي. يلا يا جبرة نركز براحة ونبقى داخلين على شختك بختك، وإن شاء الله ربنا يبعدك من الفخ لأنه مختاره. يلا يا جبرة. قول قول يا رب. قول يا رب. يا رب يا رب. يلا بسم الله. جبرة أو جابر من القضاء. اثنين. اثنين يا رب ما يكون فخ. يا رب. اثنين اثنين. صوت 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 يا جابر. نسمع الصوت ونقوم. ها جدا ادونا صوت لانه في كلام ثاني غير الصوت. يلا الصوت. معلومة. طيب جدا. هي فنانة راحلة من الفنانات المميزات جدا. ما كانت مشهورة شديد. عندها أغنية عن النجاح. مبروك النجاح وزاد قلبي انشراح. وكانت في الثمانينات الكلام. طيب نقوم يا جبرة عشان ذوقك الجميل وإحساسك الحلو ده نقوم نديك يعني خيارات ممكن. نعم. تمام؟ منى الخير. نعم. عشا الفلاتية. أماني مراد. حنان النيل. منى الخير. للأسف في الأوت. معليش. هي أماني مراد. معليش 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 يا جابر احنا آسفين. رغم إنه حاولنا نساعدك كثير للطفك. يا ريت لكل المتصلين يبقوا زي جابر. راجل مبتسم للحياة وطاقة إيجابية في الزمن اللي علينا ده. نحن حنطلع فاصل؟ إذا نطلع فاصل أول ثم نعود من جديد. تحية واحترام ربك وصحة والعافية. إن شاء الله دائما تأمين وملمومين. شكرا الناس اللي يمكن يشاركونا من القضارف ومن سنار ومن درمان. لكن عودا حميدا إلى العاصمة الأنثى أم درمان. صالح النجر. صالح. هيا عليكم السلام. إن شاء الله أنت كويس يا صالح. تمام الحمد لله. والله مبسوطين. الأمور كلها تمام. كلها تمام ما فيها عوي. وين في أم درمان يا صالح؟ الواحة. في الواحة شرك. في الواحة شرك. ناس مرطبين عندكم قروش معنا. الحمد لله. أموركم الضابطة. الحمد لله. إن شاء الله دائما يا صالح. ربي يديك الصحة والعافية. ودائما أيوه. المعلومات كيف يا صالح؟ يعني ما بطل؟ ما بطل. ما بطل. طيب أيوه. صالح النجر لعبت صفرجة قبل كده ولا أول مرة؟ لا لعبتها قبل كده. لعبتها لعاب ولا كيشة؟ لا لا يعني يعني برضو يعني؟ ابقى معانا صالح النجر من درمان الواحة شرك الى الشاشة نلعب صفرقة. يلا صالح. نقول بسم الله يا صالح ونبدأ. صالح فاتح التلفزيون. يلا يا صالح ركز معانا. ارخص خمسة. صالح النجر خمسة والكمبيوتر تسعة. صالح النجر كم؟ يلا صالح. صالح التلفزيون مفتوح يابا. سبعة. 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 صالح سرعة يا صالح. سرعة يا صالح. اللقاء يكون سريع شوية. جدا. يلا الله يكرمك. تمام. كمبيوتر نحن في انتظاره. حيدينا كم. قفلك يا صالح. اكفل الكمبيوتر يا صالح. سريع. كمبيوتر اختار ثلاثة. ستة. ستة يا سلام يا صالح يا لعاب. صالح يا لعاب ما في كلام. الكمبيوتر في انتظار وإما قفلنا أو فتحنا سكة جديدة. كمبيوتر حيدينا كم؟ كمبيوتر ادانا اثنين وادانا فرصة يا صالح. سريع يا صالح. طيب أربعة. أربعة. أربعة يا سلام. صالح صفرج من جول التيت
راجل لعاب لعاب ما في كلام. تمام، اذا صالح النقر من الوعشرك، اعمل حسابك يا صالح في شختك بختك، لسه الفخ ما عرفناه وين، انت وحظك. يلا يا صالح بسم الله اختار رقم. يلا 11 تمام. سؤال يا صالح، يا رب يكون سؤال سهل وصالح اللي فاز معانا في صفرقة من قولتي. طيب، في أي البلاد ظهرت رياضة الكاراتيه؟ يا تبلاد ظهر، وسؤال سهل يا صالح. يا اليابان. كده يا صالح ركز فيها، ركز حبة. في أي البلاد ظهرت رياضة الكاراتيه؟ اليابان دي ناس عربات. في الصين يا صالح. يا سلام يا صالح، اليابان قلتها مشينا لك كده في اللفة بس عشان صالح راجل ظريف. احنا اخذت معنا 1000 جنيه اذا في الصين رياضة الكاراتيه. يلا يا صالح عود من جديد لشختك بختك ولا رغام. سرعة يا صالح. يلا سرعة. 10 أورتيغا صوت. بقى يا صالح نسمع الصوت أول، بعد ذاك تورينا الصوت لمنه. طيب نسمع الصوت. يا سلام. يا سلام فنان ساهل جدا يا صالح. فنان من اساطير اغاني الطنبور، ومن اشهر اغانيه يعني. يلا يا صالح. صالح ايوه يلا جاوب. واحد خيارات معك. والله ما عندنا خيارات يا صالح. هو فنان معروف يا اخي، من اساطير الطنبور يا اخي، السودان كله بعرفه. 1 2 3 صديق احمد في الاوت. معلش يا صالح، هو الفنان محمد جباره يا صالح. محمد جباره يا اخي، شوف الزمن يا يوم مساقني بعيد خلاص. من وين؟ نسمع الثاني. وصال عثمان من الشماليه، مروي. من 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 محمد جباره لمروي طوالي. يا وصال ازيك؟ مرحبا حبابك. ان شاء الله طيبين. والله الحمد لله انتي نعمه. مبسوطين تعب؟ والله مبسوطين. خيانك واهلك لعلهم طيبين. راقين تبع زارعين بلع السنه ولا مو زارعين؟ الحمد لله. زارعين بلع؟ زارعين كثير نحمد الله. حاب تدونا بركه ولا بتبخلوا علينا زول؟ كيف يا اخي؟ الله يكرمك. طيب شكرا يا وصال، ونحن متواصلين معك. وصال لعبت صفرقة قبل كده؟ كتير ما شاء الله. لعبتها بالحصى ولا بالنوى؟ الله باي شيء لعبنا. لعبتها باي شيء، ما تقول لعبتها بالبلح نحن ما لاقين. الله يكرمك. طيب وصال حتلعب معنا مباشرة من مروي صفرقة على الشاشة. يلا يا وصال اختاري رقمي. اختار يا وصال. 5 صرت 5. يلا 5 وصال. 5 وصال. الكمبيوتر اختار معانا 7. وصال كم؟ سريع. 9 وصال. 9 الكمبيوتر، 7 وصال، 9. طيب نشوف الكمبيوتر حيختار كم. يا إما فتح لك سكة، فتح سكة يا وصال واختار الرقم 4. يلا يا وصال سريع. اختار 1. الله عليك يا وصال. يا وصال من مروي على طول صفرقت مع الليلة. الناس دي صفرقت لاعبين ما في كلام. اذا وصال انتقلت مباشرة الى شختك بختك، ولحد ياسي الفخ ما عرفنا وين. وصال عندنا 4 و8 و12 و6 13
15 من 17 لحد 20. واحد اختاروا على الرقم اللي قدامك. وك شايفين عندك 6 و8 كم؟ 12. وصال اختارت 12. يا ستار يا صوت صوت. خوفنا من الفخ لكن الحمد لله هي صوت. نحن نسمع الصوت اول يا جماعه يا ريت. سلام يا يلا يا وصال ندي خيارات. في خيارات ده ثنائي نسائي، ثنائي البهجة، ثنائي النغم، ثنائي الغناء، وثنائي العاصمة. اختاري. ثنائي النغم. الله عليك يا وصال، يا سلام يا وصال. وصال ثنائي النغم إجابة صحيحة. 1000 جنيه لحد مروي. متواصلين يا وصال. يلا بداية موفقة. يلا يا وصال ركزي نفسك واختاري رقمك. عندنا 4 و6 و8 13 15 17 18 19 20. 4. 4 بكر المدينة. 4 صورة. إن شاء الله تكوني شايفاها يا وصال. عندنا صور بتظهر معانا على الشاشة، لو ركزتي حتشوفيها. طيب نحن في انتظار الصورة هتصر معانا. يا ريت نسرع شوية كنترول. الصورة وصلت. هي بطلة فيلم تاجوج صاحبة الصورة، لا كانت مع الفنان الراحل صلاح ابن البادية. يا هذا الفيلم الجميل الأسطوري اللي يمكن حاز على جوائز كثيرة جدا، فيلم تاجوج. وهي من الناس اللي مثلوا تمثيل مميز جدا، وكانت أول تجربة لها، جابوها للفيلم على طول وكانت البطلة. ما في خيارات يا وخيارات ثانية صعبة عليك. يا طيب نديك خيارات. ناهية حسن، سمية عبد اللطيف، سوسن ضفع الله، نعمات حماد. ألو يلا يا وصال. نعمات حماد. يا سلام يا وصال. الله عليك، الخيارات شغالة معاك فل. إذا نعمات حماد ووصال الاثنين أنتوا جاوبت إجابة صحيحة، نعتبرها لك 2000 إلى مروي. نعود إلى شختك بختك على الشاشة يا وصال من مروي. 6 و8 13 15 من 17 لحد 20. اختاري رقمي. رقمي 6. 6 6 وصال 6. يا ستار يا ستار يا ستار. سؤال بقى. سؤال يا وصال، نحن ساعدناك مرتين، قالوا في الكنترول تاني ما يدوك مساعدة. إن شاء الله تعرفين نقول أنت تقول يا رب. إن شاء الله يا رب يا رب. ما هي الصورة التي بها سجدتان؟ صورة واحدة فيها سجدتين. الحج. الله عليك الله عليك، ربنا يحججك يا رب، ربنا يحججك وإياك. حاجة تاني تدبليها في زول بيعمل بيطلع. يا سلام. 3000 جنيه. 3000. ركزوا يا جماعة، 3000 جنيه. نعود ثاني. ها يا وصال بعد ده انت اديه وللف يا اديه وللف. نعود من جديد إلى وصال. 8 13 15 17 18 19 20. يا وصال سرعة. 8 8 هيثم مصطفى الأسطورة. هيثم مصطفى. سؤال سؤال يا وصال. عندنا 3000 جنيه، نعمات حماد، وصورة الحج يمكن جاوبتي عليها، وجاوبتي على سؤال ثاني أنا ما مزدت الحج. طيب، رحالة يهودي زار مملكة سنار وحل ضيفا على الملك عمارة عام 1524، توفي في سجنه بإسبانيا عام 1535.
في فترة من الفترات التغريب كان تقربوه شوي. نقرب نقرب نقرب. طيب هو الرحالة ديفيد، لكن نحن دايرين منك تورينا اسم ابوه. ان بقيتي قلتوا اسم ابوه طوالي نديك ال 4000، ان بقيتي ما قلتي خلاص. هو رحالة قديم جاء في مملكة سينار، ويمكن كان في العهد الأول بتاع مملكة سينار، وكان في عهد الملك عمارة 1954 في عهد الممالك في السودان، وبعد ذلك قام يتسجن في إسبانيا ويتوفى في السجن جوا السجن عام 35، واسمه الأول ديفيد. لو عرفت الاسم الثاني تكوني ما قصرت، بيجا ما عرفتي تقولي معلم الله نديك 3000. نفكر يلا فكر، نحسب لك من 1 لحد 10. وصال 1 2 3 4 5 6 7 8. ديفيد كيري. ها ديفيد كيري معلش في الاوت. وديفيد روبن. ديفيد روبن معلش. وصال 3000 جنيه في مروي، ومن مروي الى شندي. محمد كمال من شندي. ايوه ازيك ابو حميد؟ الخبر شنو؟ ها؟ تمام والله ان شاء الله مبسوط ما شاء الله. والله العظيم شندي حارين حراره. اها من وين في شندي؟ من مربع واحد. مربع واحد. مربع واحد حبايبنا شندي فوق. مربع واحد ما من شندي فوق. ما من شندي فوق يعني مربع واحد. شندي فوق مربع 8 و9. ايوه صح. طيب يا ابو حميد التلفزيون فاتح يا ابو. لا لا قبلو طب وطيت الصوت. وطيت الصوت طب. اي قبلتو. شوف لك عكاز كسره بعده. اه شوف لك عكاز كسر التلفزيون ده. لا 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 عديله عديله منجل. الله ابو حميد لعبت قبل كده سفرة جد؟ اي لعبتها. لعبتها طب لعافيه ولا كيش؟ لعاب لعاب. اي نشوفك لعاب ولا ماك لعاب، ونعاين على الشاشه ونختار رقمنا. ابو حميد من شندي. خمسه. ما شاء الله لعاب بدا بخمسه. الكمبيوتر اختار لك سريع 7. انت كم؟ 4. ما في كلام. 4. كمبيوتر سريع. كمبيوتر راجلك اختار 9. يلا يا ابو حميد. 6. الله عليك ابو حميد من اول محاوله. راجل لعاب من شندي مربع واحد. طيب نعود. يلا يا ابو حميد عندنا 13 15 17 18 19 20، وعندنا فخ. اعمل حسابك. نختار 18 ان شاء الله. 18. 18 يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. 18 صوت. الحمد لله بقى صوت. نسمع الصوت يا ابو حميد، ومن الصوت تورينا الصوت ده هو المنو. كويس كويس. احنا نسمع الصوت. يلا نسمع الصوت اول. يا ريت نسمع الصوت اول. يلا نحن جاهزين. بسم الله. الصوت لمنو يا ابو حميد؟ ها؟ الصوت ده صوت منو من الفنانين؟ سهل. خيارات. يا الصوت ده سهل والله ما داير له خيارات. ها؟ بيغني وبيمدح النبي عليه الصلاة والسلام. بيغني وبيمدح المديح؟ هاي بيمدح. اسماعيل ابراهيم، اسماعيل حسن، اسماعيل حسب الدايم، اسماعيل جبارة. اسماعيل حسن. اسماعيل حسب الدايم. حسب الدايم. الله عليك نقرتها وجات معك. نقرتها بس نقره بس جات معك. يا سلام يا ابو حميد. الف جاك الف. قول الحمد لله على الالف ده. جاك ساي. هاي والله نحيي الاستاذ اسماعيل حسب الدايم، ونقول له انت واسرتك كل سنه وانتم بالف خير، ورمضان مبارك عليكم، ربنا يديكم الصحه والعافيه ويخليكم لينا. نعود مع ابو حميد من شندي مربع واحد. عندنا الارقام 13 و15 و17 و19 و20. 4. 4 ارقام. 17. كم؟ 17. 17 ان شاء الله. 17 17. يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. سؤال سؤال شكله حيفضل لكم بس الفخ ونقفل عليه كده. طيب نسمع السؤال او نشوف السؤال ونقراه، بعد ذاك ابو حميد حيورينا. من فناني الحقيبه الثنائي عطا كوكو ومحمود عبد الكريم، واشتهرا باسم شنو؟ عندهم الثنائي ده ثنائي ارتبط بحيفي ام درمان. الحيفي ام درمان. الثنائي ارتبط بالحيفي ام درمان. اي اسمهم ثنائي كده اولاد
حي كذا في مدرمان يا تحي. اولاد اولاد حي كذا. هيا با اولاد الحي منو؟ حي يا لطيف. الحي ده فيه سمك كثير. فيه سمك كثير. هاي يلا اقول المورده المورده اولاد المورده. يا سلام على الزول يا ابو حميد. والله مدعه ابو حميد. بتريد السمك ولا بتخنق؟ بتريد السمك ولا بتخنق؟ شنو؟ قلت لك خليك قبلك بس ال 2000 جاتك لحد عديل عديل طب انا على النايت ان بيجا الزول ده والله الليله جاوا هنا بيجينا هنا والله. يلا يا ابو حميد عندنا 19 و20 و13 و15 نقول 20 ان شاء الله. 20 ان شاء الله 20. يا ستار يا ستار صوره الحمد لله صوره الله مرقنا منك والله حظك يا زول. هوي يلا ادونا الصوره في انتظار الصوره الصوره. يا سلام يا سلام يا سلام. ده فنان كاريكاتيرست ومن الفنانين المميزين جدا وينتمي الى طائفه اخواننا واحبابنا الاكباط وهو راجل مميز كان بيجيبوه في جنه الاطفال وكان ولا زال يعني يرسم الكاركتير بشكل جميل. اشهر رسام كاركتير في السودان ورجل وطني من الدرجه الاولى. الصوره اختفت. الرسام ده منو؟ ها الرسام ده منو؟ عرفتوا؟ الحلة كلها معاكم الليلة في البيت. لا لا معايا ابوي بس. معك ابوك؟ ابوك ما شاء الله بينقسم ما شاء الله انقسام كثير ثنائي بسيط ده. ابوك ده خليه ما شاء الله تبارك الله. طيب عين ما بنديك خيارات لكن ابوه اسمه منير. هو اسمه منو؟ ابوه اسمه منو؟ منير. منير؟ اي هو اسمه منو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أرمن منير. أرمن منير. اسمه منير. الله عليك. ثلاثة آلاف يا أبو حميد. ثلاثة آلاف عزبت العذاب. معقول يا أخي؟ ما خليت لك زول في الحلم أنا عظمته الليل. تسلم الله يسلمك والله ديل كان طبعت لهم ب 3000 ما بكفيهم قول له. طيب يا ابو حميد 13 15 19 يلا 13 13 ان شاء الله ان شاء الله. يا ستار يا ستار يا ستار برا. معليش يا ابو حميد ال 3000 غايته حلال عليكم لقطوها زي ومركتوا كتر خيركم كثير. شكرا لاهلنا في جندي ولاهلنا في القضارف ولاهلنا في كل السودان اللي تواصلوا معنا. ونتمنى قبل ان تنغذي المسابقه ان يتصلوا معنا اهلنا في حلايب وشلاتين. فاصل ثاني ثم نعود. تحيه واحترام رب يديكم الصحه والعافيه كل الناس اللي انضموا لنا جونا في الفقره دي والناس في ناس محددين قالوا بيحضروا الفقره دي تحديدا لانها فيها منافسه قويه. التحيه والاحترام للناس الجونا كلهم المتابعيننا المراقبيننا. ضربات الجزاء الترجيحيه 10 في 10 حنلعب لعبه الليله مسخنه. اللعبه الليله حتكون موجوده برعايه وكل يوم هذه الفقره برعايه كوفتي هذه الشركة العملاقة التي ترعى هذه الفقرة بالتحديد. والجائزة 10000 جنيه مقدمة من وين؟ من كوفتي. اللي حنلعب اثنين ولد وبنت. تخيلوا معي اللعبة حتكون بين منو منو؟ الخرطوم ومدرمان. منافسة صعبة كلهم متعصبين لبلدهم. ناس الخرطوم بيقولوا خرطوم احسن من مدرمان، ناس مدرمان بيقولوا مدرمان احسن من الخرطوم، لكن احنا بنحبهم الاثنين. وخلونا نتواصل مباشرة مع مصطفى من مدرمان الفتيحاب ومعانا منو يا جماعه؟ نور من جبره. اذا جبره والفتيحاب الليله مباراه مسخنه. نور اهلا وسهلا. ازيك ان شاء الله تمام؟ والله تمام الحمد جاهز لله. جاهزه فل الفل يا نور؟ والله يا غيتو نص نص. بتتوقع انك تشيل ال 10000 الليله؟ والله لو ادتوني خمسه ما كعبه. خلاص نقسمها لكم بيناتهم. ادوني انا الف وكل واحد يشيل اربعه اربعه وادوني 2000 انا. ودي غسان الف. تمام؟ أبقى. طيب أبقى. مصطفى ايوه اها كيف الامور تمام؟ الحمد لله كيف لو فزت بال 10000 بتدي استاذنا محمد القاضي 1000 جنيه ولا بتديه؟
ان شاء الله. على هذا النوع ده البزوغ مما قلت لي ان شاء الله لا بتكيده معناه ما بتدري. اذا مصطفى ونور الاثنين حيلعبوا معانا. مصطفى ونور مركزين سامعيني كويس؟ طيب الاثنين اقفلوا تلفزيوناتكم او ابعدوا منها تماما لانه لا محتاجين لصوت لا محتاجين لصوره. انا بقرا لكم السؤال لكل واحد فيكم. عندنا شروط بنقولها كل يوم، اربع شروط. الشرط الاول يا مصطفى ويا نور انه السؤال بيتقال مره واحده. الشرط الثاني ما في مساعده لا من قريب لا من بعيد، ولا بنقرب السؤال ولا بنشرحه. ثلاثة فرصة الإجابة 10 ثواني فقط، بعدها بشار بديك أحمر طوال. تمام؟ ثاني من الحاجات المهمة جدا السؤال أو الإجابة مرة واحدة بس ما بنتردد فيها. تمام؟ تمام. إذا نور جاهزة؟ إن شاء الله. مصطفى جاهز؟ جاهز. نقول الاثنين بسم الله. بسم الله. كنترول حنبدأ مع منو؟ نبدأ مع مصطفى. مصطفى الضربة الأولى عندك، قول بسم الله. بسم الله. إذن الفتيحة بتستعد للضربة الأولى. هند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان بن حرب، الكلام ده صح ولا لا؟ صح. جول! هدف الفتيحة. الفتيحة بداية موفقة. نعود إلى جبرة والضربة عندك يا نور. توجد قبيلة الرشايدة في شرق السودان، الكلام ده صح ولا لا؟ نعم. جول! جبرة تتعادل. يا سلام، بداية حلوة. نعود إلى مدرمان الفتحاب. سورة الإسراء تعرب بسورة بني إسرائيل، كلام ده صح ولا لا يا مصطفى؟ صح. جول! فتحاب شغالة فل. نعود إلى جبرة. جبرة 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 جمع المؤنث السالم ينصب بالفتحة، خطأ ولا صح؟ المؤنث السالم صح. جول! والاوت. اوت اوت اوت. لا لا اوت اوت، معلش الكلام ده خطا. لا لا، لانه انا ركزت في انك انت قلتي خطا وقلت صح، غايته جمع المؤنث السالم ما صح الكلام ده. اذا اوت جبره، معلش الكوره في الاوت، اديناك فرصه ثانيه. طيب نعود للفتحاب اللي تقدمت بهدف. جبال الانقسنه هي سلسلة جبلية من الولاية الشمالية، كلام ده صح ولا لا؟ خطأ. جول! الفتحاب هدف في الثمانيات. نرجع لجبرة. جبرة غاز ثاني أكسيد الكربون يستخدم في إطفاء الحرائق، الكلام ده صح ولا لا؟ صح. جول! يا جبرة جبرة ماشية تمام، مركزين فل. نعود للفتحاب. فتحاب وجبرة. طيب حق النقد أو حق النقد من مجلس الأمن يعرف بالفيتو، ما أصل الكلمة وما معناها؟ أصلها شنو ومعناها شنو؟ أصلها ومعناها عدو. حتى الاعتراف. جول! رغم انك ما قلتها لانه السؤال مزدوج يا جماعه، كده ما بنقدر نديها فرصه. هو نص اجابه لكن الاصل هو لاتيني، هو ما قاله، لكن هو الاصل انه نعرف انه معناها شنو. معناها لاتي او معناها حق الاعتراض، ده كلام صحيح. اذا مصطفى هدف، مصطفى هدف جميل واصلها لاتيني. طيب نعود الى جبره. الاسم الانجليزي لعلم الاحياء، علم الاحياء اسمه شنو؟ علم الاحياء. عدو. جيولوجيا. ها؟ أه؟ علم الاحياء. اسمه شنو؟ يعرف شنو بالانجليزي؟ دقيقة، هي قالت ولا ما قالت؟ جيولوجيا. جيولوجيا انتي. الاوت هو البيولوجي. بتبقى الجيولوجيا ياخذك براوي علم الارض والصخور والحاجات دي خليها. طيب ماذا تعني كلمة الخان يا مصطفى من الفتحاب؟ عد.
الاوت هو الحاكم. الحاكم يا مصطفى. مصطفى في الاوت. معلش نرجع لجبرة، عندك فرصة. ما هي عاصمة ماليزيا؟ سؤال هدية. عاصمة ماليزيا عدو نور. كوالالمبور. كوالالمبور. جول. قالت كوالالمبور لكن هي مشينا عليك. كوالالمبور. الزول اللي بيملي فيك ده ملك لها غلط. كوالالمبور. كوالالمبور انت. طيب نعود لمصطفى بن فتحاب. أغنية زي عيني التي تغنى بها ثنائي العاصمة من كلمات الشاعر منو؟ عدو. في العود هو محمود سراي. معلش كده لسه ما تعادل. ممكن تتعادل. ممكن تتعادل. ممكن لسه ما تعادل. تعادلوا؟ لا لسه ما تعادلوا. ما لا حتى انتوا قاعد تحسبوا يا جماعه. ما هي غلطت مرتين. هو مرتين عليك الله. طيب طيب نعود الى 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 نور. نور معاك. معاك. طيب شيد الاخوان ليكوس اليونانيين في العام 1935 سينما باسم سينما شنو؟ اليوناني يعني ولا شنو؟ في اليونان. هاي حيكون في الخرطوم. في الخرطوم. السؤال ما واضح. طيب ما واضح. ليكوس اليونانيين في الخرطوم شيدوا سينما في الخرطوم عام 1935 اسمها سينما شنو؟ عد. سينما. في العود سينما كلوزيوم في شارع القصر لأنه ما في مساعدات يا جماعة. أيوة. طيب معلش نعود مرة ثانية إلى الفتحاب ومن درمان مصطفى. قامت المؤسسة العسكرية البريطانية بتأسيس سينما البلو نايل وكان ذلك في العام كم؟ أبدعت. مصطفى لبت ما قلت خطير. جاتك في العزيزة. في الأول 1934. نعود إلى جبرة. الانقسام اللا إرادي والعشوائي لخلايا الجسم يعرف بمرض شنو؟ عدوا سهل. الانقسام شنو؟ الانقسام. الانقسام اللا إرادي والعشوائي لخلايا الجسم يعرف بمرض شنو؟ العداد شغال. في الأوت أمان الله وإياكم والسامعين والمراقبين والمستمعين ومرض السرطان. نعود إلى الفتحاب أم درمان مصطفى. عاصمة أستراليا هي عد. كانيرا. كامبرا. جول يا مصطفى. يا سلام. في اللفة. في اللفة. في اللفة يا مصطفى. لعاب. لعاب ما في كلام. نعود إلى جبرة. 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 أحد علوم الجيولوجيا ويدرس الكائنات الحية المتحجرة المطمورة تحت طبقات الأرض منذ أزمان سحيقة. العلم ده شنو؟ العلم ده حياة الديناصورات. ده علم شنو؟ علم 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 الصخور. نعتبره جون. جون يا جبرة. سلام عليك. شكرا. هي علم الأحافير والصخور هي عندها علاقة بالموضوع ده. نحن اعتبرناه إجابة زي ما جبيل اعتبرنا نص الإجابة عشان نكون فير يا جماعة. طيب يا مصطفى. ايوه. من القائل وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يا الله ما في اي مساعده. نعود ابدا احسب.
اوت. دي اشهر قصائد قيس بن لوى ابن الملوح مجنون ليلى يا اخي. امر على الديار يا اخي، ديار ليلى، واقبل زج داري وزج دار. يا سلام يا طب يا جبرة نور. معك معي. جبال الأمازونج تقع في دولة شنو؟ أبدأ. جبال الأمازون. جبال الأمازون. الأمازونج. الأمازونج. أيوة. أمريكا. 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 أوت. الهند. الهند إنتي. معقولة يا أخي دولة جنوب السودان. معقولة. دولة جنوب السودان. طيب. أول مرة أعرف إنه في جنوب السودان. عشان دارين نسقي فيكون أديك قروش الاثنين. طيب مصطفى. ما هو أكبر بحار العالم يا مصطفى؟ أبدأ أنت. أوت. البحر الأبيض المتوسط يا مصطفى الفتحاف. طيب يا نور الفرصة دي لو جبتها جول حد عادلي، لو ما جبتها جول مصطفى حيشيل العشر ألف، صح يا جماعة؟ تمام. أوكي إذن إن شاء الله تعادلي عشان تبقى مباراة مسخنة. ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ ما هي أكبر اسم جزيرة في العالم؟ أكبر شبه جزيرة في العالم. شبه جزيرة، الجزيرة العربية. جول! جبرة تتعادل في آخر فرصة. الله عليك الله عليك يا نور، يعني في آخر لحظة يبقى تعادل. طيب نور معنا؟ معاك. أي طيب مصطفى. أيوة. طيب مصطفى ونور أنتوا الآن متعادلين زي ما متابعين على الشاشة، كل واحد فيكم يمكن جاوب خمسة أسئلة وخسر خمسة أسئلة. عندنا سؤال مفصلي، السؤال ده هنقوله لكم الاثنين، تمام؟ الحيجاوب على السؤال أسرع هو صاحب العشرة ألف المقدمة من كوفت. جاهزين؟ تمام. نقول بسم الله الاثنين. بسم الله. طيب من هو أول من جلب الأصنام إلى مكة؟ العارف يجاوب. أول من جلب الأصنام إلى مكة؟ أيوة. الزمن عمرو. مفتوح. عمرو بن. جول الفتحاف. فتحاف أم درمان. أم درمان تتقدم وتفوز في اللحظة الأخيرة. قال أم درمان فاز بالهدف. الله عليك الله عليك يا مصطفى. نسمع الأهازيج والأفراح. أم درمان العاصمة الأنثى تتلألأ. ها أه؟ لا مصطفى قال نور ولا مصطفى؟ لا لا مصطفى يا جماعة بشهادة الناس القاعدين. منو قال لي نور؟ مصطفى يا اخواننا المشاهدين الاعزاء. مصطفى ما نور. مصطفى ما نور. نشاكل الليلة للصباح. اذا شكرا مصطفى 10000 جنيه. معليش يا نور والله قال مصطفى اول، انا ذا بسال منه بعدين. اذا مبروك يا نور ومبروك يا مصطفى، والزغروت الجميلة دي حنختم بها الحلقة ولو حيين بكرة نتلاقى في امان الله. تحياتي.